بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. Nous continuons avec la page 149. نستأنف مع الصفحة رقم 149. 149 149 149. En haut de la page, comme d'habitude, في أعلى الصفحة كالعادة, lire et s'exercer. On a lire et s'exercer. Lire et s'exercer. كما لو نقول قراءة وممارسة أو قراءة وتمارين إلى غير ذلك. إذن عندنا الصوت إي ثم صوت إيون. إيون. Exactement comme dans les mots billet et papillon. كما في كلمة billet ثم إيون كما في كلمة papillon. Papillon. هذه تسمى billet. هذه تسمى بي. Encore on a papillon. Papillon. أيضا عندنا كلمة papillon. الفراشة كما نلاحظ c'est un papillon. Nous prenons le premier paragraphe. Je lis les mots. Prenons le premier paragraphe. Je lis les mots. Je lis les mots. أنا أقرأ الكلمات. On a une chenille. Une chenille. كما نرى voilà c'est une chenille c'est une chenille ثم عندنا un bouillon voilà c'est un bouillon إذن un bouillon un bouillon bouillon هو الماء الذي نطهي فيه شيئا ما الماء الذي نستعمله للطهي يسمى bouillon أيضا تلك الرغوة التي تكون فوق سائل ما تسمى أيضا bouillon أيضا الرغوة الموجودة فوق السائل ما تسمى بويون ثم أن تاني اندفاع إلى غير ذلك إذن عندنا إن شوني كما نقول دودة إلى غير ذلك أن بويون ثم عندنا إن في إن في لا نقرأها إن فيل أن بويون لا نقرأها هنا طبعا أن بويلون تقرأ أن بويون ثم عندنا إن في ثم عندنا إن بي المقصود بها كل كما تنقولوا حنا بيا تنقولوا بيا ثم ان ريفيون ان ريفيون الكلمه تستعمل عند النصارى المقصود بها كما نقول سهره راس السنه ان ريفيون طبعا تاتي من فعل ريفي وبيا سو ريفي يعني استيقاظ كما نتكلم عن سهره اذا نتكلم عن ان ريفيون المقصود به مأدوبه راس السنه أو سهرة رأس السنة ثم أن غوري أن غوري فوالا سيت أن غوري إذا نتكلم عن غوريلا أن غوري أن غوري أن غوري ثم أن توربيون أن توربيون أن توربيون إذا نتكلم عن تيار هوائي ما يسمى أن توربيون ثم أن بابيون أن بابيون إذا فوالا سيت أن بابيون أبخي أون لي لونتي لي لونتي إذا نتكلم على لا لونتي نتكلم عن لا لونتي كما نتكلم عن العدسة لي لونتي لي لونتي المقصود بها العدسة أبخي هنا جونطون أو جو نونطون با إي جونطون أو جو نونطون با إي إذا بخوميامون أون أون شوني أون شوني كي نتكلم عن دودة أبخي هنا أبخي أون لا دوزيام إيماج بعدها عندنا الصورة الثانية كي بو ديزيني سواء لو كافي سواء ان باكي اذا الصوره الثانيه ممكن ان تعني لو كافي مثلا البن اذا نتكلم عن لو كافي يعني البن ممكن ان تعني المقهى شراب القهوه وممكن ان تعني حبات البن اذا نتكلم عن لو كافي وممكن نتكلم عن كلمه باكي كلمه باكي التي تعني رزمه حزمه علبه الى غير ذلك ان باكي طبعا وفي الحالتين لا نسمع صوت اي وفي الحالتين لا نسمع صوت اي بل نسمع صوت اي كافي كافي باكي اذا نسمع اي ولا نسمع اي ensuite on a la troisième image qui désigne une bobine une bobine اذا نتكلم عن واشعه أو لفة أو كبة إلى غير ذلك إذا نتكلم عن بوبين سومو نو كومبخون با لو سون إي
ou bien cette prononciation ne comprend pas iye. Et dans هذا النطق لا يتضمن الصوت iye. Cette prononciation ne comprend pas le son iye. Et enfin, on a la quatrième image qui représente un gorille. Qui représente un gorille. Comme nous le voyons ici, un gorille. Et dans notre clémen, gorilla. Et dans notre clémen, gorilla. La quatrième image représente un gorille. Et dans notre clémen, gorilla. Ce mot comprend le son i. Et dans notre clémen, tu te demandes un saut i. Le mot gorille comprend le son i. Nous prenons le troisième paragraphe. Je lis et je trouve l'intrus dans chaque liste. Je lis et je trouve l'intrus dans chaque liste. Comme nous le voyons, on a deux listes. On a la liste A et la liste B. Nous allons trouver dans chaque liste, nous allons trouver l'intrus. Et donc, je trouve l'intrus. طبعاً l'intrus, le maqsoud B, ou الداخل. Ou الداخل. Ma tikounch mouhad sanf, ou talqaw داخل binatum. عندana ona, une famille, jouyé, l'équi, une coccinelle, un billet, gentil. Une famille, jouyé, l'équi, une coccinelle, un billet, gentil. Alors je trouve l'intrus. Je trouve l'intrus. طبعا l'intrus, ممكن أن بعض الكلمات تنتمي لمجال ما. مثلا تقدروا نلقاو بعض الكلمات تنتمي مثلا لمجال المدرسة، لمجال التعليم مثلا. أننا نتكلم عن طاولة، نتكلم عن قلم مثلا، نتكلم عن سبورة، نتكلم عن مسطرة، ثم نجد قطارا، ثم نجد كلمة قطار. إذن طبعا كلمة قطار في هذا المجال ممكن نسميها لانتخي. كلمة قطار في هذا المجموعة نسميها لانتخي لأنها غير متضمنة في هذه الحزمة ديال الكلمات التي تهم المدرسة، التي تهم القسم. هنا نتحدث عن نوع آخر من لانتخي. طبعا نتحدث هنا عن نوع آخر من لانتخي. بمجرد أن نلاحظ الكلمات الموجودة هنا سنلاحظ بأن أغلب الكلمات أنها تتضمن إي. مثلا إن فامي، جويي، لكي. ثم عندنا أن بي، طبعا هذه الكلمة تتضمن إي. ثم عندنا جونتي، طبعا هذه الكلمة واضح بأنها تتضمن أيضا إي. لانتخي سي إن كوكسينيل، هذه الكلمة لا تتضمن إي. إذا طبعا الداخل في هذه المجموعة هو une coccinelle. L'intrus dans cette liste, c'est coccinelle. Une coccinelle. C'est une coccinelle. Et donc, هذه الكلمة هي التي تخرج عن المعتاد كما نقول. Ensuite, nous prenons la deuxième liste, la liste B. On a un oisillon, un poulon, les oreillons, un échantillon, un papillon. Un oisillon, un poulon, les oreillons, un échantillon, un papillon. Les oreillons, المقصود بها مرض يصيب الأذنين. لا يستطيع الإنسان مثلا أنه يفتح فاهو إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن les oreillons. Un oisillon, ثم un boulon, les oreillons, un échantillon, un papillon. Où est l'intrus? إذا أين هو الداخل؟ أين هو الداخل كما نقول؟ كما نرويو، أن وازيون كي كومبخون إيون، أن بولون كي نو كومبخون با بيان سور إيون، أبخي أون لي زوغيون، أن إيشونتيون، إذا نتكلم عن أن إيشونتيون، إذا نتكلم عن عينة، ملي تنبغيو نجربو شي حاجة، تناخدو منها عينة، أن إيشونتيون، سومو سي كومبخون لو سون إيون، إي أونفا أون أن بابيون. Ce mot-ci comprend ion. Et dans cette kalima, aidan, tatadamman, saut ion. La seule mot qui ne comprend pas ion, c'est le mot un bolon. Hadi kalima, yallati la tatadamman, saut ion. L'intrus dans cette liste, c'est le mot un bolon.
c'est un bolon. Après, on a chaperon rouge, se prépare pour sortir, que dit-elle? Et d'un chaperon rouge, se prépare pour sortir, que dit-elle? Et d'un chaperon rouge, تهيئ نفسها في حالة أخرى نجد فعل préparer. مثلا je prépare le repas. Je prépare le repas. أنا أهيئ الأكل. Elle prépare la soupe. هي تهيئ الحساء. إذا نتكلم هنا في هذه الحالة عن le verbe préparer. أما هنا فنتكلم عن le verbe se préparer. C'est un verbe pronominal. هذا فعل كما نقول ضميري. إذا يسبق بهذا السو. وهذا السو كما رأينا فيما سبق أن تصرف. إذن شابيرون روج سو بريبار. شابيرون روج أنها تتهيأ بور سورتيغ. بور سورتيغ لكي تخرج للخروج. بور سورتيغ للخروج. كو دي تيل. كو دي تيل. ماذا تقول هي؟ إذن ماذا تقول؟ وهي تهيئ نفسها للخروج. جومبلوا لي زيكسبرسيون دو لونكادغي إي جي إكخي لي فخاز سور مون كايي. J'emploie les expressions de l'encadré. أنا أستعمل العبارات l'encadré. L'encadré, كما نقول المؤطر. كما نتكلم عن المؤطر. Et j'écris les phrases sur mon cahier. ثم أكتب الجمل في دفتري. Que dit chaperon rouge en se préparant? Que dit chaperon rouge en se préparant pour sortir? ماذا تقول شابيرون روج مهيئة نفسها للخروج؟ Elle va dire premièrement, d'abord, je me réveille, d'abord, je me réveille, puis, puis, je fais la toilette, puis je fais ma toilette, d'abord, je me réveille, qabla kulli shay'in ana astayqid, puis, je fais ma toilette, puis, je fais ma toilette, thumma annani uhayyi'u nafsi usaffifu sha'ri. أغسل وجهي أمشط شعري إلى غير ذلك هذا يدخل في faire sa toilette إذن puis je fais ma toilette ثم أنني أنظم نفسي كما نقول ensuite بعدها je prends mon petit déjeuner أخذ فطوري le petit déjeuner المقصود به الفطور ensuite بعدها je prends mon petit déjeuner ثم بعدها أخذ فطوري. Enfin, je pars chez ma grand-mère. وفي النهاية أنا أذهب عند جدتي. أنا أنطلق عند جدتي. عندنا je pars هذا لو فيغ بارتيغ. تيجي منه واحد الاسم اللي تيختلف عليه شيئا ما وهو لو ديبار. إذا كلمة لو ديبار المقصود بها الانطلاقة. أنا تندير ديبار مع الستة. إذا نتكلم عن الانطلاقة. Je pars chez ma grand-mère. أنا أنطلق عند جدتي. Enfin, je pars chez ma grand-mère. وفي النهاية أنا أنطلق عند جدتي. إذا هذا فيما يخص الفقرة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.